نعم رائدة، تحية لك وتحية لمشاهدي الفضائية السورية في هذا اليوم، يوم السوريين، هذا اليوم الذي يدلون به بأصواتهم لينتخبوا مرشحهم الرئاسي. نحن الآن في درعا، درعا تنتخب وريف درعا أيضا تنتخب وتدلي بأصواتها، وبالتحديد في مدينة إزرع، هذه البلدة التي حقيقة منذ الصباح الباكر رائدة، يعني كانت الجماهير وكان المواطنون قد توافدوا إلى مراكز الاقتراع. يتواجد في هذه المدينة حوالي أو بالضبط 15 مركزا انتخابيا من خلاله يقوم المواطنون بالإدلاء بأصواتهم. نلاحظ بالصوت والصورة هنا وجود المواطنون أو المواطنين وعمليات الاقتراع والانتخاب الذي يقومون بها. بالإمكان بكاميرا الفضائية السورية أن نرصد هذا المشهد من خلال تواجد أعداد كبيرة من المواطنين الذين يقومون بالإدلاء بأصواتهم. طبعا في العمق مباشرة عملية الاقتراع تتم. نلاحظ على اليمين بأن المواطنون يقومون بتسجيل أسمائهم وعملية الاقتراع. لو سمحت شوي، لو سمحت معنا هنا أحد المواطنين والذي يعني يريد أن يدلي بصوته. تحدثنا يعني اليوم ستقوم بعملية الانتخاب، ما هي التطلعات في نعم نعم يعطيك العافية. أهلا وسهلا فيك. رشحت إن شاء الله من ننتخب السيد الرئيس، لأنه هو حامي البلد وصاين عرضنا. نعم، اليوم لاحظنا الإقبال في مدينة إزرع، ماذا توجه من هنا من إزرع كلمة لكل المواطنين السوريين حول هذا اليوم وهو يوم السوريين؟ نوجه، هل انتخبت إزرع؟ أجل نعم طبعا، بالتأكيد كل أهل إزرع أتوا الانتخاب بكل حرية وشفافية، الانتخاب والمشاركة بالانتخابات وانتخاب السيد الرئيس بشار الأسد، لأنه هو الذي يصون البلد وحامي هذا البلد وحامي الأمة العربية كاملا. شكرا جدا. أيضا نتابع تصوير عملية الانتخابات التي تتم هنا. يعطيك العافية. يعطيك العافية. عليك الله يعافيك. نحكي على الإقبال منذ الصباح الباكر إلى الآن. يعني إقبال كثيف، ولحد الآن إيدينا ما هديت من تسجيل الأسماء، وفود من كل القرى حوالينا جاية تنتخب بمركز صالة اليسوعية. سمعنا أنه في قرى أيضا مجاورة لبلدة إزرع أو مدينة إزرع أتت للانتخاب أو للاقتراع في هذا المركز. موجودين، عم ينزل معنا بالسجل من كل القرى اللي حوالي إزرع، إزرع والقرى اللي حواليها. يعطيك العافية. الله يعافيك. احكي لنا اليوم عن الخطوات اللي عم تقوموا فيها من أجل تنظيم عملية الانتخاب. اجينا من الصباح، بكر الساعة 6 فتحنا المركز، جهزنا الصناديق وبلشت العالم شكر الله، يعني إقبال غير طبيعي السنة، الناس كلها متفائلة بالنصر وكلها جاية تبصم على النصر، إقبال غير طبيعي مثل ما خبرتك، صاروا حوالي 700 اسم يعني بس بظرف ساعتين. نشكر الأمور بخير، يعني هاي كلها بدل على أنه سوريا انتصرت وسوريا بخير. في المراكز الأخرى أنتم المركز رقم 9 على ما أعتقد، رقم 32. في إزرع يوجد 15 صندوقا. اي نعم 15 صندوق بإزرع، ورقم مركزنا نحن 32. بالتوفيق ان شاء الله. بالتوفيق. ايضا يعني كما نلاحظ بان عدد من المواطنين والمواطنات قد ادوا باصواتهم او ربما ما زالوا الان يدلون باصواتهم. حضرتك حاليا عم تقترعي؟ عم بقترع للسيد الرئيس بشار الاسد، والله اللي الله حامي سوريا وايش الله يحميه ويخلينا اياه ويقوي الوطن كلياته، يخلينا هالوطن لانه الانسان بلا وطن بلا كرامه. انتخبتي؟ راح انتخب.
لانه قائدنا مليح والله يطول عمره والله يخليه الله يرضى عليه، وان شاء الله ترجع سوريا مثل الاول. بدنا الامان والاستقرار، ما بدنا شيء. يعطيك العافيه. الله يعطيكم العافيه. ادلي بصوتك. والله هسه انا واقف حتى ادلي بصوتي. نحن هون جاي ننتخب، ننتخب الوطن، ننتخب سوريا الحره الموحده، سوريا ذات السياده، سوريا العلمانيه، سوريا التي تحافظ على هذا النسيج الفسائي الجميل تمتاز فيه سوريا. وانا برايي كل شخص اليوم بنتخب بحط ورقه بصندوق الانتخاب هو طلقه من ضمير حي بوجه الارهاب والاستعمار والحفاظ على سوريا موحده. واسمح لي اني كممثل عن اتحاد الفلاحين، نحن بالاساس مرشحنا لاتحاد الفلاحين من خلال مؤتمرات جمعياتنا ومؤتمرات روابطنا هو السيد الرئيس بشار الاسد، فنحن جايين ننتخب السيد الرئيس بشار الاسد. شكرا. اليوم اتحاد شبيبة الثورة حضرتكم مشاركين بعمليات التنظيم، بعمليات الاختراع، تحكي لنا. طبعا شفت عينك الصورة عم تحكي، كل الشعب جاي ينتخب من كل المحافظات ومن كل القرى، حتى القرى اللي فات عليها المسلحين عم يجوا ينتخبوا. وهذا اليوم هو منتظر، هو يوم النصر ان شاء الله، يوم وضع النقاط على الحروف، وان شاء الله كل يعني كل مواطن حر سوري اي جاي ينتخب اليوم يحكي صوته، اما المواطن اللي ما جاي ينتخب فهذا عار عليه الجمهورية العربية السورية والجنسية السورية. شكرا. انت هلا ذكرت انه في المواطنين في في الاماكن التي يتواجد فيها المسلحون، اتوا انتخبوا؟ نعم، المواطنين هم من كل قرى، من كل البلدان، من كل محافظات سورية، حتى المحافظات التي الحارة والتي دخل اليها المسلحين ايضا يجوا ينتخبوا، وبنروح بالدم ابديك يا بشار. شكرا شكرا. يعطيك العافية. 77 سنة أدليتي بصوتي؟ للرئيس حافظ بشار الأسد، كلنا بالدمنا إله، يعني صوتنا له كلنا، أولادنا أولاد أولادنا، الله يخليه ويوفقه ويخلي الجيش ويخلي الأوادم كلها. يعطيك العافية أبونا. أهلا أهلا. شو بنحكي اليوم بهذا اليوم وإزرع يعني شاركت في هذا الاستحقاق الرئاسي وشاركت في هذه العملية؟ اليوم الحقيقة أستاذ كريم عرس وطني كبير في كل أنحاء سوريا، وإزرع أو محافظة درعا جزء من بقاع سوريا الحبيبة اللي عم تحتفل بعرسها الوطني الحقيقي والديمقراطي، اللي اليوم نحن منوجه للعالم أجمع بأنه يشوفوا الشعب السوري الحقيقي اللي بديمقراطيته بحريته بأريحيته بمحبته أولا لسوريا كاملة، بمحبته لقيادته السياسي، بمحبته للجيش الصامت، بمحبته للشهيد اللي ضحى بدمه من أجل أنه يعيش الآخر. كل التضحيات والفدائية الشيء اللي حصل بسوريا اليوم نحن عم نترجمه بمحبة حقيقية لسوريا كاملة، لا بشخص ولا بفئة ولا بشريحة معينة، إنما نحن عم نحكي عن سوريا كاملة متكاملة. اليوم الإدلاء بالأصوات هو تعبير عن الحرية، تعبير عن الديمقراطية، تعبير عن المواطنة. واللي ما بيحترم الهوية السورية، هويته يلي هي إحدى الثوابت الوطنية، ما بيحترم وجوده ولا بيحترم حياته ولا بيحترم أي شيء. إنما نحن اليوم بهالعرس الوطني كلنا عم نتشارك لحتى نعبر عن سوريا الواحدة الموحدة. واليوم من وجه التحية الكبرى لسوريا أرضا وشعبا وقيادة، والإدلاء بشكل عام هو في صالح الدكتور بشار حافظ الأسد، القائد الرائد الصامد يلي صمد بوجه الأزمة الكونية اللي تحاملت عليها كل العالم ضد سوريا، اليوم هو الضامن والآمن الوحيد، ونحن كلياتنا خلف قيادته الحكيمة لحتى نحقق سوريا واحدة موحدة متكاملة في ظل قيادته. الله يحميه ويكون معه، ونحن شعب سوري صامد وراه. كرجل دين سمعنا بأن هناك عدد من المواطنين قد أتوا من الأماكن التي يتواجد فيها مسلحون ليقترعوا في إزرع أو في مراكز انتخابية قريبة. صحيح صحيح صحيح، أتى بعض الأشخاص من أماكن متعددة، من أماكن اللجاء، من قرى مجاورة، من عدة قرى في اللجاء، حتى تشارك متحدية بصوتها كل الإرهاب الآتي إلى سوريا من كل أصقاع العالم. ونحن سنبقى نحارب الإرهاب بالكلمة، بالسلاح، بالإعلام، بالجيش، بكل قوة أتينا بها نحارب الإرهاب لنعيش كإنسان، لنعيش بسلام مع الآخر. نعم. كأمن يكون هذا الآخر. سمعنا أن هنا أن هؤلاء المواطنون قد سلكوا طرقا ترابية من أجل يعني القدرة والمجيء إلى مراكز الاختراع، على ماذا يدل هذا؟ يدل على بأنه أولا المسلحون يقطعون بعض الطرقات الواصلة إلى المدن، والدليل الأهم
والذي أخذ بعين الاعتبار أكثر هو مواطنة هؤلاء المواطنين الآتين متحدين هذا الإرهاب من الأماكن الساخنة إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم. شكراً. الله يحمي سوريا. يعطيك العافية. يعطيك الله يعافيك. أدليتي بصوتك؟ نعم. أدليتي بصوتك؟ نعم أي نعم أدليت بصوتك. شو بتحكي بهذا اليوم الاستحقاق؟ إحنا جايين ننتخب السيد الرئيس بشار الأسد وبالدم مش بالليل. إحنا مواطنين عربيين سوريين بنحب بلدنا بنحب رئيسنا بنحب شعبنا. الله يحمي بلدنا ويحمي رئيسنا يا رب، وجيشنا الله يحميه. أنا زوجة شهيد، أنا فخورة بشهادة جوزي، روحي فدا الشهادة، وكلنا فدا الوطن، وكلنا فدا بشار الأسد. يعطيك العافية. اليوم يعني المواطنون السوريون بشكل عام وفي إزرع نحن الآن بشكل خاص أدليتم بأصواتكم، ماذا تقولون؟ نحن نقول كلنا معك إلى الأبد يا بشار الأسد. بشار الأسد رئيسنا وقبله حافظ الأسد، ونتمنى أن يكونوا دائما هم القادة، هم الأفذاذ. نعم. هم شكرا. الذين يقودون المسيرة. ونحن أنا باسم أهالي اللجأ، باسم مناطق أهالي اللجأ، نحن أناس طيبون، نحن أناس جاءت الجماعات وسكنت بلادنا. لا نعلم من أين أنت. نعم أنا من قرية سور اللجأ، وأهالي اللجأ في منطقة خباب أدلوا بأصواتهم، وفي منطقة إزرع الذين تمكنوا من المجيء أدلوا بأصواتهم. ونحن حتى أولاد حتى جيوش الحرة التي أغريت بها يتمنون أن يجيئوا، لكن الحواجز لا. نعم أنت أتيت وأدليت. نعم. بصوتك. أدليت بصوتي. نعم. يعطيك العافية نيابة عن ماذا تقولين في هذا اليوم وهو يوم السوريين، يوم الاستحقاق الرئاسي السوري؟ أني أدليت بصوتي لأنه أنا من حقي كمواطنة سورية عايش على الأراضي السورية أني أنتخب. أدليتي بصوت. أي نعم، بكل حرية بكل ما نزل. كيف شفت الإقبال اليوم بمركز كبير جدا؟ كان الإقبال كبير. يعطيكم العافية. يعطيكم العافية. نعم. يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. أدليتي بصوتي. أدليت بصوتي وأنا جاي مخصوص اليوم مشان أقول لسيادة الرئيس بشار الأسد نحن منحبك ومن أيدك للأبد، وهذا اليوم عرس النصر، عرس سوريا، عرس سوريا لما بدها تختار رئيسها اللي وقف معها 3 سنين متوالية وأكيد قدم شهيد هو سيادة اللواء آصف شوكت، العماد آصف شوكت. ونحن من أي سيادة الرئيس نغصب له الدم ومنقول له أنت ضليت معنا سوا ونحن منضل معك سوا من القلب للأبد. أدليتي بصوتي؟ ايه قدمت. شو بتحكي بهذا اليوم، اليوم الاستحقاق الرئاسي؟ هذا اليوم احلى يوم، اتمنى انه والله ينصر الرئيس وينصر الجيش السوري. يعطيك العافيه. ادلتي بصوتك؟ نعم. ادلتي بصوتك؟ بشار وبس، وما بدنا غيره، حبيب الروح، حبيب الشعب. شو هي رسالة أهالي درعا للجيش العربي السوري في هذا اليوم، يوم الاستحقاق؟ يا حبيبي أنا ما بعرف شيء. يلا يعطيك العافية. نعم يعني هي عملية الانتخاب ما زالت مستمرة إلى الآن في إزرع، في مدينة إزرع بريف درعا، كما نلاحظ من خلال الصورة مرة أخرى هذه الوفود وهذه الجماهير التي تقوم بعمليات الاقتراع. زميلة رائدة سنكون معكم في رسائل أخرى من مراكز اقتراع أخرى في إزرع وفي ريف درعا لنواكب عملية الاستحقاق الرئاسي، عملية الانتخابات وعملية الاقتراع التي يدلي بها المواطنون السوريون هنا في ريف درعا ودرعا. نعم، ونحن أيضا سنكون معك كريم طيلة هذا اليوم في هذا المشهد الجميل الذي ترسمه درعا في يومها الانتخابي. تابعنا كل هذه العبارات وخاصة عبارة السيدة التي قالت من تمكن من القدوم أتى، هناك من يحاول منع كما حاول دائما من الإرهابيين يحاولون منع المواطنين السوريين، وطبعا هم أدوات لمن يخططون لذلك ويحاولون التنفيذ، لكن إرادة الشعب السوري دائما هي التي تظهر وتملأ الشاشات كما تتابع.